الخطر كتير كبير بالعالم كله عم يتساءلوا هل لبنان كان غلطة؟ المعركة هون، هل نحن نقدر نبرهن للعالم أنه بنعرف ندير حالنا وبنعرف نعمل بلد، أو عم ينبشولنا على حدا يعملنا بيبي سيتينج على 100 سنة جديد؟ ما فينا نبلش نعمر إذا هذا الفريق بعده موجود. شو هدفنا؟ نربح الانتخابات؟ أنا بقول لك لا، هدفنا نعمر لبنان الجديد. نفوت بتفاصيل هالموضوع. مشروع وطن الإنسان بلشنا هيك نفصفص المواضيع ونوصل بحلول بناء. هيدي المعركة مش أقل من هيك.